استدامة الثروة السمكية في دولة الإمارات غاية تسعى حكومة الفجيرة لتحقيقها من خلال عدة مشاريع. أول هذه المشاريع كانت بداية التسعينات تقريباً سنة 1992، هي إقامة محميات طبيعية في الساحل الشرقي في منطقة دبا. تقريباً عندنا 4 محميات طبيعية لحفظ الموائل والنظم البيئية للموارد البحرية، اللي هي محمية جزيرة الطيور، محمية ضدنة، محمية البدية، ومحمية العقة. غير المحميات كان في مشروع الإسقاطات الإسمنتية للكهوف. جاءت هذه الإسقاطات لتعزيز النمو ولحفظ الموائل البحرية في قاع البحر. تقريباً الإسقاطات جاءت من التسعينات إلى سنة 2019. آخر إسقاطات كانت 200 كهف إسمنتي تقريباً سنة 2019. بعد خلال هالسنة هاي الإسقاطات جاءت على مراحل عدة. غير مسألة الإسقاطات ومشاريع الإسقاطات، كانت هناك مشاريع تحديد نقاط صيد للصيادين، وهاي النقاط معززة كذلك بمشاريع الإسقاطات الإسمنتية أو الكهوف الإسمنتية. غير هذه المشاريع عندنا مشروع استزراع المرجان. مثل ما نعرف أنه للمرجان أهمية كبيرة للثروة السمكية، يعتبر المرجان تقريباً مثل السكن للموارد البحرية أو للموارد السمكية لوضع البيوض. فكان استزراع المرجان على طول الساحل الشرقي أحد مشاريع حكومة الفجيرة. هذا المشروع جاء بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها وزارة التغير المناخي، منها مركز الفجيرة للمغامرات. المشاريع الثانية اللي قامت فيها حكومة الفجيرة هي مشاريع تحديد مناطق لدعم مشاريع الاستزراع السمكي. يوجد في بلدية دبا مناطق محددة للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي. عندنا تقريباً 3 مزارع للاستثمار السمكي، منها المزرعة الوطنية للأسماك، منها الفيش فارم، منها مزرعة الساحل الشرقي للمحار. هذه كلها مزارع لتنمية الثروة السمكية في الساحل الشرقي.